السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله هناخدوا equal area criteria اللي هي مراجعة لما سبق دراستكم في موضوع الانفستابيلتي اللي تثبيت الجزء هذا إن شاء الله. ونثبته في النهاية في المحاضرة أو من منتصفها إلى النهاية هنثبته إن equal area criteria ما هي إلا تطبيق لنظرية اليابانوف. نظرية اليابانوف في الاستابيلتي. في عندنا طرق طريقة ابتكرها العالم ألكسندر اليابانوف في الاستابيلتي اللي هي حنشرحه عليها اللي هي بدون ما يضطر انه هو يحل السوينج اكويجن يقدر يعمل تيست للاستابيليتي ويأكد انه فعلا في حالة انه الدلتا لما تقعد في الاكوليبيوم حيكون السيستم always stable بمعنى ان الامن الرجيم تاعه دائما dissipated. طبعا عندنا هنا لعلك انت ممكن ما زال في شوية confusing بالنسبة للموضوع هذا ولكن step by step ان شاء الله حتبدأ تفهم في الموضوع هذا. بخصوص المحاضرة اللي فاتت والشورت فيديو اللي انا اعطيته لكم والمحاضرات اللي فاتت كلها، هل في حد عنده سؤال؟ If you have any question, you can ask me. هل في حد عنده اي سؤال؟ تمام، شنو الشورت فيديو اللي نحن حطيناه؟ هل هو وضح لك الحاجات اللي انا شرحتهم في عجاله في المحاضره؟ الشورت فيديو وضح اكثر. اوكي، وال بقيه الشباب بقيه المهندسين دكتور انا بس كنت بدي اسال تفضل. هل اللي حدد انه الروتر انجل نفس الفولتج انجل انه الانديوسد فولتج بيعتمد على الفلكس وعلى الفلكس اللي طالع من الروتر والزاويه مع العلاقه الرياضيه، يعني الثنتين مع بعض هم اللي خلوني اعرف انه هاي بروبورشنال الروتر انجل؟ Yes. فيزيائيا لان الفلكس اللي طالع من الروتر او علاقه الفلكس او علاقه الروتر اكسس بالستيشنري اكسس او الستيتر اكسس او الروتيتنج ماجنتيك اللي طالع من الستيتر الاكسس بتاعها العلاقه بينهم علاقه فيها شويه انحراف، تمام؟ فبالتالي بديهيا سلف ايفيدنت ان الماجنتيود بتاع الفلكس اللي طالع من الروتر هيعتمد عليه الجهد اللي يحتف في الروتر في الستيتر كماجنتيود، والانجل اللي جايني فيها الفلكس هاي تغير معها الانجل اللي يحتس بها الجهد، بس هذا هو. تمام. والعلاقه اللي هي ثيتا الكتريكال تساوي بي على 2 ثيتا ميكانيكال هاي التفسير الرياضي؟ نعم، ثيتا الكتريكال تساوي ثيتا ميكانيكال مضروبه في عدد ازواج الاقطاب، هذا الديسبيسمنت الكلي. ما دام انه هو الديسبيسمنت الكلي معناها من باب اولى السمول ديسبيسمنت هذه اللي هي الدلتا. تمام. هذه حاجه. الحاجه الثانيه ان موضوع الدلتا هذا ريليتيف، يعني مرات تقعد الانجل بتاع الجنريتور قيمتها الرقميه صفر، ولكن الانجل اللي في الانفنت باس لو ان قيمه هذه الرقميه صفر وهو ديليفرينج باور معناها اتوقع ان الانجل اللي عند الانفنت باس حتكون اقل من الزيرو، صح؟ فهو موضوع الدلتا هذا موضوع ريليتيف. باهي. تمام. اليوم ان شاء الله حناخذ الايكوال اير كريتيريا ونبيكم تركزوا معي لان فيها شويه فيزكس، نبيكم ان شاء الله تركزوا معايا. بخصوص بقيه الطلاب، كيف الشورت فيديو؟ هل هو وضح لك شنو الديناميك؟ شنو المقصود بالديناميك؟ شنو الديناميك اللي في الثيرموديناميك بارت والديناميك اللي في الويف بارت؟ شنو هو الفرق بيناتهم؟ كلكم تمام؟ نعم تمام دكتور. عمر ابو زناد. تمام دكتور. تمام. خلاص يبدأ إن شاء الله توحنا ننتقلوا إلى موضوع الـ Equal Area Criteria. رحنا بس نحن معايا هذا خلينا نضيف حاجة.
شايفين السلايد كم؟ دكتور شايفين السلايد؟ دكتور شايفين. نعم دكتور. طبعا هذا عندنا ايكوال اريا كريتيريا. بالنسبه للايكوال اريا كريتيريا باختصار تقول لنا مثلا لو عندنا سيستم باور سيستم يغطي في خلوكم اسمعوا صوتي بس بدون ما تنظروا للسلايد او اسمعوني وركزوا معي بس. اذا كان عندنا باور سيستم او جنريتور يغطي في انفينيت باس، انفينيت باس يعني ليمتد باور يعني قصدي بالنسبه للارج باور سيستم. لو قلنا عندنا جنريتور هذا يغطي في انفينيت باس وفجاه صار عندنا فولت عند اطراف الجنريتور. الفولت هذا هيعمل شورت سيركت على التيرمينال بتاع الجنريتور، فبالتالي الباور دليفرد للانفينيت باس كم تساوي؟ زيرو. زيرو. في الحاله العاديه في حاله البالانس كانت البي ميكانيكال تساوي البي الكتريكال. كانت البي ميكانيكال تساوي البي الكتريكال والامور كانت تمام ما فيش اي مشكله، ولكن فجاه وبشكل لحظي ابعدت الالكتريكال باور تساوي زيرو والبي ميكانيكال في اللحظه هذه ظلت زي ما هي، لان البي ميكانيكال ما تتغيرش بشكل لحظي مع تغير مع حدوث عدد. فبالتالي شو حيحصل في السيستم هنا ماثيماتيكلي سبيكينج؟ شو حيصير؟ ديزلريشن ولا اكسلريشن؟ اكسلريشن. تمام. الاكسلريشن هذا فيزيائيا للايكوال كريتيريا واستنادا عليه تحدد قيمه المينيموم تايم فور انتربشن اللي يحدث اللي يخلي السيستم ستيبل. مينيموم تايم فور فورث انتربشن اللي يخلي السيستم ستيبل، لان الغرض من البروتكشن سيستم حمايه ضد الثيرمال دامج، حمايه ضد الميكانيكال دامج، وحمايه ضد الانستابيلتي. تمام. في الحاله العاديه فيزيائيا الطاقه الكامنه اللي كانت داخل الروتر هذه واللي كانت ديليفرد ماشيه الى كهربائيا للناس فجاه قعدت الكهرباء صفر بالنسبه للمولد. فبالتالي الطاقه الكامنه هذه جزء كبير منها حيبدا يتحول الى طاقه جهد بوتنشال انرجي. تبدا في تسارع الروتر هذا، يبدا يتسارع الروتر هذا ويبدا يمتص من مخزون الطاقه الكامنه ويتسارع حواليه، يتسارع ابوف السينكرون سبيد، ابوف الريفرنس ليفل بتاعه، ابوف السينكرون سبيد. تمام تمام. ما دام هو يتسارع ابوف السينكرون سبيد نقول له فصل العقل. لما يفصل العقل او فصلت السيركت بريكر يقال من ناحيه البالانس ومن ناحيه قانون بقاء الطاقه، لو ان البوتنشال انرجي او الكينيتيك انرجي اللي تحولت الى الروتر اثناء الفورت قدر يرجعها يستفرغها بشكل كامل داخل الى الباور سيستم بعد الفورت، معناها السيستم حيرد ستيبل. اكرر، اذا البوتنشال انرجي او الكينيتيك انرجي اللي تحولت الى الروتر على شكل اكسلريشن قدر يستفرغها الروتر بشكل كامل في الباور سيستم، معناها السيستم حيرجع ستيبل. واذا ما قدرش يستفرغها بشكل كامل في السيستم معناها عندنا جزء من الانرجي مش عارفين وين حيمشي وحيكون السيستم انستيبل. This is the third time that I repeat. اذا كان القدرة اللي اكتسبها الروتر اثناء العقل او الانرجي اللي اكتسبها الروتر اثناء العقل اللي هي يقال انها بوتنشال انرجي بحكم انها هي غيرت الروتر عن الريفرنس سينكرونس سبيد بتاعه اللي هي جزء من مخزون الطاقة الكامنة. تمام؟ اذا قدر الجزء من الطاقة الكامنة اللي اكتسبها الروتر اثناء العقل اذا قدر يرجعها او يستمرها بشكل كامل في الباور سيستم معناها السيستم حيكون ستيبل. واذا ما قدرش يستمرها بشكل كامل داخل الباور سيستم معناها في جزء من الانرجي مش عارفين وين حيمشي وحيكون السيستم انستيبل. في الحاله هذه نحن بالكلام الفيزيائي هذا او بالفلسفه هذه هل نحن حلينا السوينج ايكويشن؟ ما حليناش، ولكن اعطينا قرار استنادا على قانون بقاء الطاقه. وهذه هي نظريه اليابانوف نفسها، وانا مستغرب ليش ما ذكرهاش ستيفنسون في الكتاب بتاع اظن هي قررت قبل ممكن 200 سنه من تاليف الكتاب بتاعها، ولكن اني واي سموها هنا ايكوال اير كريتيريا، وحنثبت احنا ان هي نفسها الاثبات اللي عمل اليابانوف في رساله الدكتوراه بتاعها. هنا لو جينا نحن
قاعد نسمع فيكنا هذا لأن the solution of the swing equation is so difficult to be explicitly found by member and principal calculation, especially for multi-machine systems. To examine the stability of two-machine systems or two-machine system, a unique approach is following. طريقة مباشرة هي اللي حنشرحها سوا. Consider the figure below. Suppose that the system was transmitting power from the generator to the infinite bus. إذا كان عندنا السيستم هذا وكان اللاين هذا opened وكان السيستم يعني في الاكسترا انرجي عن طريق التو لاينز هذينا بدون اي مشاكل. Initially the breaker B is opened, it's already opened and breaker A is closed. بمعنى ان اللاين هذا كان opened عن طريق opening البريكر B هذه. بينما البريكر A هذه كانت closed. And point B, a three-phase fault occurred, which is cleared and cleared by breaker A after a short time of failure. صار عفوا عنده نقطة P وبعد فترة بسيطة تم فصلها عن طريق البريكر A. The generator is operating initially at delta zero. شنو اللي بنستوى؟ الرسم على حسب الباور انجل كيرف اللي احنا رسمناه في المحاضرة اللي فاتت. كانت القدرة عند النقطة A كانت القدرة حالة البالانس عند النقطة A تمام؟ عند النقطة A فبالتالي فجأة حدث العطل يعني لما كانت قيمة الدلتا زيرو حدث العطل الإلكتريكال باور بشكل مباشر تحولت بعدد صفر يعني الإلكتريكال باور اللي كانت النقطة اللي كانت على الكيرف هنا انزلت بعدد صفر بينما البي ميكانيكال اللي هو الداش لاين هذا ظلت زي ما هي عند النقطة دلتا زيرو حيصير اكسلريشن حيصير ايش؟ حكيتوا لي بدري انه حيصير اكسلريشن معناها حتنتقل الاوبريتنج بوينت من النقطة دلتا زيرو حيبدا يحدث انفراج في الروتر بوزيشن حيصير انفراج في الروتر بوزيشن وحتدخل حتنتقل يعني الاوبريتنج بوينت من دلتا زيرو الى دلتا اكس او ممكن نسميها دلتا سي دلتا سي عند الدلتا سي افتحت السيركت بريكر اي عند الدلتا سي افتحت السيركت بريكر اي فرجعت طبعا حتى هو عمل تجاري بالنسبه للمولد رجعت الاوبريتنج بوينت بتاع الالكتريكال باور الى النقطه دي رجعت الاوبريتنج بوينت بتاع الالكتريكال باور عند النقطه دي طبعا هنا على حسب قانون السرعه النسبيه الريلاتيف سبيد الفتره ما بين دلتا زيرو لعند دلتا سي الفتره من دلتا زيرو لعند دلتا سي شنو كانت سرعه الروتر؟ هل هي اكبر من السينكرون سبيد ولا اصغر؟ اكبر اكبر كانت لان انا عملت في اكسلريشن فبالتالي السرعه النسبيه دلتا اوميجا السرعه النسبيه كانت بوزيتيف كانت موجبه بوزيتيف عند الانتقال من النقطة C أو النقطة C هذه إلى النقطة D على الرغم من أن الإلكتريكال باور في النقطة D أعلى من الميكانيكال باور إلا أن السرعة النسبية ما زالت بوزيتيف لأن السرعة على الرغم من أن القدرة انتقلت إلى الباور أنجل كيرف بشكل لحظي نتيجة لفتح السيركت بريكر بشكل لحظي ولكن السرعة النسبية لا زالت موجبة لأن السرعة فيها إنرشيا وفيها تايم ديلي يمنعها من أنها تتغير بشكل لحظي above and below the synchronous speed. Above and below the synchronous speed, it takes time before it changes. فعند النقطة دي على الرغم من أن الإلكتريكال باور أعلى من الميكانيكال باور ولكن السرعة النسبية ما زالت بوزيتيف فحيستمر في الانحراف من النقطة دي إلى النقطة E من النقطة دي إلى النقطة E عند النقطة E بالضبط وصلنا عند السينكرونس سبيد عند النقطة E بالضبط وصلنا عند السينكرون سبيد يعني قعدت السرعه النسبيه دلتا اوميجا السرعه النسبيه اللي هي سرعه الروتر ناقص سرعه السينكرون سبيد السرعه النسبيه اللي هي دلتا اوميجا كانت بوزيتيف قعدت تتضاءل لعام العدد زيرو قعدت تتضاءل لعام العدد زيرو وردت رجعت عند النقطه اي عند السينكرون سبيد الايكوال ايري كريتيريا تقول ان السيستم هذا حيرد ستيبل من جديد الى الاريا واحد كانت تساوي الاريا اثنين. الايكوال اريا كريتيريا تقول ان السيستم هذا حيرجع ستيبل اذا كانت الاريا واحد تساوي الاريا اثنين. طبعا شنو علاقه هذا بالانرجي اللي انا حكيت عليها؟ لان الاريا اندر ذا كيرف اوف باور حتساوي الانرجي. الاريا اندر ذا كيرف اوف باور حتساوي الانرجي.
واللي هي تشكل جزء من محصول الطاقة الستورج ماشين. فبالتالي تخيل معايا أن صار ديلي هنا، تخيل معايا أن صار ديلي هنا، يعني ما وصلتش عند التسليم، بينما تأخر عند نقطة هنا مثلاً مشار إليها بالبوينتر. شوفوا في البوينتر بتاع الماوس. اه شايفين الدكتور. تخيل انك صورت هنا، حيكون في مساحه كبيره جدا، صعب انك ترجعها بالباور انجل كامل بتاع الباور سيستم، صعب انك ترجعها بشكل كامل عن طريق الباور سيستم والانتقال يعني الفيزيكال بروبرتيز بتاعها. فبالتالي كل ما صغرت الاريا هذه او كل ما كان وقت الفصل قصير، كل ما كانت عندك بروبابيلتي وكل ما كان عندك كابابيلتي انك انت ترجعها عن طريق الكورسبوندينج اريا ابوف ذا كيرف. أبوف ذا كيرف اوف الدي ان، تمام؟ تمام. استكمالا لما سبقناه، خلاص انت واضح قدامك ان الاريا واحد والاريا اثنين حتساوي بعضهم، اي اي الانرجي اللي اكتسبها الروتر من الاكسلريشن، تمام؟ من الاكسلريشن او البوتنشال انرجي تحولت الى بوتنشال انرجي في الروتر، بيقدر يرجعها بشكل كامل الى جوه السيستم عن طريق الاريا اثنين، معناها السيستم حيرجع ستيبل. ولكن الاوبريتنج بوينت هذا الشيء حيصير فيها. الاوبريتنج بوينت هذه عند النقطة اي، قلنا نحن انه هو وصل عند السينكرونس سبيد، وكانت البي ام اصغر من البي اي زي ما تشوف فيها، الالكس باور اكبر من الميكانيكال باور او البي ام اصغر من البي اي، فبالتالي حيستمر في التباطؤ، حيستمر في التباطؤ من النقطة اي الى النقطة اي الى النقطة اف، وبعدها رجوعا الى النقطة اي من جديد. طبعا لو ان في عامل اخبار، لو ان في معامل اخبار في الروتر هيبدا يتارجح حوالين النقطه A لعما يرجع اليها من جديد، هيبدا يتارجح حوالين النقطه A لعما يرجع اليها من جديد. ولكن لو انه هو ما فيش دامبنج كوفيشنت واللي هي مستحيل تصير في الروتر ولا في الباور سيستم، معناها هيرجع الى النقطه A. لو انه هو ما فيش دامبنج هيكون اوسليتنج ما بين E F E F، ولكن مع وجود الدامبنج هيرجع الى النقطه A. الدامبنج هو فيزيائيا كيف يتم تفسيره؟ الدامبنج فيزيائيا يتم تفسيره عن طريق ايش؟ الويندج، مقاومه الهواء، والفريكشن اللي في الروتر، الروتيشنال لوسز. هذين يقاوموا في الروتر ويعمل له اخماد حوالين السنكرون سبيد مع مرور الزمن. علاوه على عوامل الاخماد اللي موجوده الكهربائيه اللي موجوده في الباور سيستم نفسه. لو جينا احنا بعيد الكاميرا. When the fault occurs, the transfer electrical power is suddenly zero, while the mechanical power is unchanged. القدرة الميكانيكية ما زالت ما تغيرتش. The acceleration will be accounted as d تربيع delta by d تربيع يساوي اوميجا اس على اثنين اتش في يونت ديجم، هذا مقدار الاكسلريشن، تمام. The speed is above synchronous speed for the bearing of time. حتكون سرعة الروتر يتسارع أعلى من synchronous speed. لو فضلناها هذه لو كملناها مرتين هتقعد الدلتا تنفرج بالفانكشن هذه هي اوميجا اس ام تي تربيع على 4 اتش انتجريتنج وان مور تايم يل ذا روتر انجل اللي هي فانكشن. ولكن احنا ما بنقولش هذه، احنا لو بنحكي عن الموضوع هذا من ناحيه فيزيائيه. The rotor starts to accelerate هذا الموضوع هذا during fault and the relative power angle is shifted from delta 0 to delta x. طبعا سميتها هذه انا delta x انت هي نفسها يعني هي نفسها دلتا سي هنا سميها فدونت كير اباوت اذر يعني الديفرنس في موضوع التسميه انت عارف ان هي نفسها تعليق. When the fault is cleared the faulty line is disconnected. لما خلاص احنا قاعدين في مرحله الاكسلريشن وعند نقطه دلتا اكس او دلتا سي الفولت از كليرد يعني طلع الفولت بي سدنلي ابلاي تو ذا كورسبوندينج بوينت دي هتكون الالكتريكال باور راجعة على الاوبريتنج بوينت اللي موجودة على الكيرف عند النقطة دي. At the point D, PE is larger than PM and the rotor starts to deceleration till it reaches the synchronous speed at point E. تمام. أي نعم الروتر start to deceleration هيبدأ يتباطأ الروتر، ولكن السرعة النسبية السرعة النسبية دلتا أوميجا السرعة النسبية ما زالت أكبر من السينكرون سبيد. حيكون الاتجاه بتاعه من دي الى اي مش من دي الى اي مثلا. يعني في واحد من الطلاب سالني من قبل طلاب البشر قال لي ليش ما دام ان هذا حيكون في اكسلريشن هنا اكسلريشن الاتجاه هذا اكسلريشن ما
معناها الاتجاه الديزلريشن حيكون عكسه، حيكون من دي نازل على الكيرف ولا لا؟ لان او نعم هو يحدث ديزلريشن ولكن اتجاه من الدلتا الاتجاه البوزيتيف للدلتا من الشمال لليمين. الاتجاه هذا اللي حدده الريلاتيف سبيد، اللي حدده الريلاتيف سبيد ما يحددش الاكسلريشن ولا الديزلريشن، لان مرات الروتر يكون فيزيائيا في حاله ديزلريشن لكن السرعه بتاعها اكبر ما زال من سرعه السينكرون سبيد ولكن يتباطأ لعما يوصل عند السينكرون سبيد. فبالتالي التساؤل او السرعه النسبيه تكون بوزيتيف معناها التغيرات الدلتا حتكون من شمال لليمين، معناها من دي حيمشي عند اي، عند اي خلاص وقف لان السرعه النسبيه عند اي زيرو، اي اي عند اي الاوميجا تساوي اوميجا اس، اي اي سرعه الروتر ناقص سرعه السينكرون سبيد تساوي زيرو، السرعه النسبيه تساوي زيرو. تمام. The angle delta x is determined by the fact that the areas A1 and A2 must be equal. At point E, the accelerating power is still negative, retarding. Accelerating power is still negative, لأن الـ Bm أصغر من الـ Bd, retarding. And the angle speed cannot be remain constant. ولا cannot remain constant. معناها في الحالة هذه هيستمر في التباطؤ أقل من السينكرون سبيد. وهيستمر في التباطؤ أقل من السينكرون سبيد وهتقعد السرعة النسبية نيجاتيف. هتقعد السرعة النسبية نيجاتيف لأن استمر في التباطؤ إلى أقل من السينكرون سبيد، فهتقعد سرعة الروتر ناقص سرعة السينكرون سبيد أو الدلتا أوميجا هتقعد نيجاتيف. فهيكون الانحراف بتاع الدلتا في الاتجاه المعاكس. هتنزل الدلتا لعند بوينت F وبعدين ترجع لعندها وبعدين ترجع وهكذا. لعندها تبدأ أبس أند داونز لعما تستقر عند النقطة A. ولكن احنا حددنا الاستابيليتي بتاعها من اول سوينج صار فيها، من اول سوينج حدث فيها عرفنا ان الروتر حيرجع للنقطه، حيرجع لنقطه يعني الاتزان، ولكن هنا برضه حتى هو يقول لك مع تارجح الروتر للمره الثانيه الاريا 4 والاريا 3 ضروري يساوى بعضهم على اساس ان السيستم يكون ستيبل. Point E, the accelerating power is still negative retarding and the angle and the speed cannot remain constant. The relative velocity is negative and the point moves back to point A at which the speed is less than synchronous speed, then F will reach its synchronous speed again because of positive acceleration. لأن عند النقطة F حيكون الـ B ميكانيكال أعلى من الـ B إلكتريكال، فحيقعد هو يتأرجح حوالين الـ synchronous speed، مرة B ميكانيكال أعلى من الـ B إلكتريكال، مرة B إلكتريكال أعلى من الـ B ميكانيكال، مرة الـ speed أعلى من الـ synchronous speed، ومرة الـ speed بتاع الروتر أقل منها، لعما يبدأ يضمحل حوالين الـ synchronous speed الجديد ويرجع إلى الـ stability. Point F is located so that A4 and A3 are equal physically. The criterion means that الكلام اللي حكيته انا في بداية المحاضرة means that the rotor must be able to return the system all energy it gained. To return to the system all energy it gained from the turbine during acceleration period. لما كانت Bm أكبر من Be. A2 and A3 corresponds to the decrease in kinetic energy of the rotor. Whereas A1 and A4 correspond to an increase in the kinetic energy of the rotor. الأريا اللي تحت الكيرف هذا تعبر عن ايش؟ تعبر عن نقصان في الكينيتيك انرجي، بينما الأريا اللي فوق 2 و3 تعبر عن الأريا 2 و3 تعبر عن نقصان في الكينيتيك انرجي، بينما الأريا 4 والأريا 1 يعبران عن acceleration IE يعبران عن زيادة في الكينيتيك انرجي. تمام؟ In other words, the kinetic energy added to the rotor, تحولت يعني من kinetic energy إلى potential energy، أو ممكن تقول إن هي added to the rotor during the fault must be removed from its post fault. In other words, the kinetic energy added to the rotor during fault must be removed from its post fault conditions in order to return the system to the synchronous speed. Area A is proportional to the time taken to clear the hole. نحن عارفين ان الاريا A هذه تعتمد بشكل اساسي على الوقت اللي انت فصلت فيه العدد، كل ما كبرت الوقت اللي يفصل فيه العدد، كل ما تكبر عندك الاريا اي واحد ويصعب عليك انك انت ترجعها بشكل كامل بعد البوست فولت. فبالتالي عندنا نحن مينيموم تايم او كريتيكال كليرنج تايم اللي بعدها ما عادش ينفع، حتى لو فصلت بعدها ما عادش ينفع ان السيستم يرد السيستم. لو عندنا كريتيكال كليرنج تايم اللي هو كورسبوندينج تو كريتيكال كليرنج انجل
هي دلتا سي ار هذه حيكون عندك انت ما بعدها صعب انك انت ترجع السيستم، حيكون الاريا بتاع البوراند كيرف صغيره ما تقدرش تتم منها الاريا اللي انت ضيعها اثناء العطاء. فبالتالي الديزاين اوف سيركت بريكرز must be fast, the time of operation of circuit breaker must be fast enough to be equal to this or even less than this clearing time. يعني خليها أسرع ما يمكن، خليها يعني قد ما تكون سريعة قد ما تكون أحسن. The fault must be cleared as soon as possible to avoid the increase in the area A1, which forces the rotor to return to the same amount of kinetic energy during acceleration. The fault must be cleared as soon as possible to avoid increase in the area A1, which forces the rotor to return to the same amount of kinetic energy during deceleration. There is a critical clearing time in which above it, the system is no longer be able to return to the original state of stability, and the rotor angle will go infinitely. حتمشي إلى ما لا نهاية. حتكون exponentially rising, وحتكون السيستم unstable. This time corresponding to the critical clearing angle of the system shown below. طبعا انا عمليه الاشتقاق بتاعها اوبشنال اللي تبعها طالب موجود في الكتاب بتاع ستيفنسون، ولكن هي عباره عن هو حساب الاليات والاليات سواء في الاليات وطلع دلتا كريتيكال او الكريتيكال كليرنج انجل والكريتيكال كليرنج تايم برضه كامل السوينج كويشن مرتين وطلع استنادا عليها الكريتيكال كليرنج تايم. Area A1 is proportional to the time taken to clear the rotor. خلاص هذا كله الكلام هذا كله جبناه. فعملية following the proof of the deriving the formula for critical clearing angle is left optional to the student. Some of these formulas, other formulas. طبعا هنا إذا كان جبت لكم أنا قلت لكم إن الامتحان أوبن بوك حيكون بس أسمع أوبن بوك معناها حتذاكر. لانه اوبن بوك مش حيحلها الا الطالب اللي يقعد يعني قاري المنهج وعارف كل حاجه وين بالضبط. انا حتى لما اعطيتها اول مره اعطيتهم وجبت لهم الامتحان اوبن بوك، اعطيت الطلاب وجبت لهم الامتحان اوبن بوك، ولكن في بعض الطلاب ما ذاكرش، يعني في تذكر ان طالب جاب علامه ضعيفه جدا في النهايه بالكاد اي بوشت هيم تو بي 70 او 71، ولكن زي ما قلت لكم انتم اي تراست يور كابابيلتي لان كنتوا دفعه ما شاء الله عليها. وحيكون الامتحان يعني مناسب من ناحيه المستوى ومن ناحيه كل شيء لطلاب الماجستير الافرج العاديين، فما بالك انتم ما شاء الله عليكم كليفر اي ثينك يو ويل بي فاين ان شاء الله. ولكن هذا تشجيع مش اني الان نقول لك نهون عليك الماده ولا كذا، ضروري تذكرها اول باول. الامتحان ذا هول اكزام ويل بي اوبن بوك تمام؟ ولكن زي ما قلت لكم انتم انه ضروري من المذاكره اول باول. والامتحان زي ما قلت لكم انتم مش حيحل الا اللي فاهم، مش حيستفيد من خاصيه الاوبن بوك الا اللي فاهم بس تمام. هنا طبعا هنا مثال على كيفيه حسابها، مثال مباشر يعني لاحظ انا معايا ان هذه واضحه ان هي عن طريق الكريتيكال كليرنج تايم، هذه كريتيكال كليرنج انجل، هذه عن طريق يعني سوينج كويشن بعد حلها تكملها مرتين وجاب الكريتيكال كليرنج تايم، وهذه من المساواه الاليه واحد مع الاليه اثنين. Calculate the critical clearing angle and the critical clearing time of the system shown in figure when the system is subjected to three-phase fault at point B on the transmission line. The initial condition is the same as those in example 16.3. يعني نفس initial condition delta 0 28 ونفس الأرقام اللي خدناها في الأمثلة اللي في البداية. الـ H حيساوي 5 ميجا جول لكل MPa. الـ H تبقى حتساوي B max sin delta وحسب قيمتها هنا حسب قيمة الدلتا زيرو، بعدها انا عوض تعويض مباشر في الكريتيكال كليرنج انجل طلعت قيمتها 81.69 يعتبر سيستم فيري جود، ما دام انك انت لعند 81.69 وتقدر انت يعني تفصل ويكون السيستم ستيبل. بينما الكريتيكال كليرنج تايم حيكون 0.22، طبعا حتى هو يعتبر تايم فيري جود تايم هذا، لان في الهاي فولتج لاينز الهاي فولتج لاينز يفضل ان التايم اوف انتربشن يكون 80 ملي سكند، يعني بوينت او 8 بوينت او 8 سكند، ولكن بوينت 2 بوينت 22 او بوينت 222 سكند معناها السيستم عندنا يعني ان جود كونديشن تمام؟ طبعا احنا نرجع الى نظريه الاستابيلتي. طبعا انا
البروف بتاع اليابانوف هو موجود عندنا معها، ولكن بنشرح عليه شويه قبل ما نبدا فيه. تمام، بنشرح عليه شويه على اللوح قبل ما نبدا فيه. هذا هضع حتى هو ابلودد او على الـ على الـ على السيستم، فعادي بامكان ان انت تتابعني هنا والكتابه حتكون اوبشن، بس تتابعني وبعدين حنعطيك فرصه تكتب. انت تابعني توا وبعدين حنعطيك فرصه تكتب. قبل ما نبدا في الاثبات اليابانوف، هل في حد عنده سؤال؟ دكتور في قيمه معينه للدلتا كريتيكال عشان الواحد يعرف اذا السيستم كويس ولا لا؟ لا، هي ما فيش قيمه معينه تيبيكال، ولكن انت باي انسبكشن تعرفها. وبعدين الحاجه الاخرى ان زي ما قلت لك انت وظيفتك انك انت تحسب الكريتيكال كليرنج تايم كمهندس تخطيط ولا مهندس بروتكشن، وتعديل جماعه البروتكشن يختار استنادا عليه يعني مواصفات السيركت بريكر وهكي. وبعدين مش وقت السيركت بريكر بس، لان عارفين في البروتكشن في وقت ثاني، وقت اخماد الارك، ووقت اللي ياخذ فيه الريلي باش يعمل ديتكشن للعطل هذا وهكذا. صح ولا لا؟ انت بروتيك ان هي يعني التايم ويندو هذه كلها المفروض تكون اقل من 0.22 بالنسبه لنا احنا، عرف؟ لكن هو ما فيش تيبيكال نمبر تقدر انت تحدد عليه، ولكن انت ارقام اعطيتك انا بالنسبه للمحاضره اللي فاتت، اعطيتك انت الريجن اللي يشتغل فيها البروتكشن سيستم من مايكرو من ملي سك بالملي سكند الى المايكرو سكند. تمام دكتور، البوينت سيركت بريكرز متى صار اوبن على الجراف؟ ممكن ترجع بس تعيدهم البوينت اللي ايش اللي كان على الجراف في بوينت A و B لحد F؟ متى كان السيركت بريكرز اوبن وعمل كليرنج للفوت؟ لحظه بس، هاي الجراف. تمام، عندي نقطة A كي السيستم أفضل، ركز معي. تمام، عندي نقطة A كي السيستم ستيبل والأمور تمام. بعد ما حدث عطل عند النقطة هذه، النقطة هذه A أو النقطة B يعني استمر فترة بسيطة بعد افترضت الـ A ما افترضتش بشكل تحدي، فبعد هذا فترة معينة اللي هي الفترة هذه من دلتا زيرو إلى دلتا إكس أو دلتا زي يبدا يتسارع الروتر، لان البي ميكانيكال اعلى من البي الكتريكال، لان البي الكتريكال كانت فجاه زيرو. اوكي يعني ما دام البي الكتريكال زيرو وما دام ان الروتر يتسارع، معناها السرعه النسبيه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دكتور هو بس عند بوينت بي فتح السيركت بريكر؟ لا لا، عند البوينت عند من A ل B هنا حدث العطل، عند النقطة C فصلت السيركت بريكر. اوكي تمام؟ يعني من النقطة هذا فترة أثناء العطل من دلتا زيرو إلى دلتا C أو دلتا X، هذه الفترة هذه أثناء العطل during fault. اوكي تمام؟ معناها عندنا هنا السرعة النسبية كم I ask you؟ السرعة النسبية قد positive ولا negative؟ هتكون بوزيتيف السرعة النسبية. السرعة النسبية ايش معناها؟ السرعة النسبية معناها الدلتا أو سرعة الروتر ناقص السينكرونس سبيد. الريليتيف سبيد يقولونها. السرعة النسبية اللي هي سرعة الروتر ناقص السينكرونس سبيد، هتكون في الحالة هذه بوزيتيف، صح؟ صح، لأنه البي إلكتريكال زيرو والبي ميكانيكال المفروض 1 بير يونت. تمام. عندي نقطة ولكن مش دائما كذا بضعف، عند نقطة عند نقطة سي هذه صارت السيركت بريكر فجأة ارتفعت نقطة التشغيل بالنسبة للإلكتريكال نتورك، ارتفعت نقطة التشغيل إلى النقطة دي. عند النقطة دي البي إلكتريكال أعلى من البي ميكانيكال، هيبدأ يتفاضل الروتر، ولكن السرعة النسبية لساتها بوزيتيف اللي هي دلتا أوميجا، لساتها بوزيتيف مع رغم إننا بدأت بابا. مثلا عندنا سرعة السنكرون سبيد 1500، واللحظه اللي اتصلت فيها كانت سرعه الروتر 1800، هل حيوصل يقعد
يتباطا اقل من 1500 بشكل لحظي؟ لا، حياخذ وقت. 1800 1600 1650 بعد 1500، صح؟ صح. راح يبدا ما زالت السرعه النسبيه اللي انا ذكرتها قبلنا، ما زالت السرعه النسبيه بوزيتيف، صح؟ صح. معناها حيستمر في الانحراف من النقطه دي الى النقطه اي. اتجاه الانحراف الدلتا من الشمال او اليمين، من الشمال لليمين يعرف يعني يحدد على بناء على السرعه النسبيه، ولا يحدد بناء على بي ميكانيكال اعلى من بي الكتريكال ولا العكس. يحدد صحيح على السرعه النسبيه دلتا اوميجا، صح. معناها هذا عند النقطه اي كانت السرعه النسبيه زيرو، وصل فيها الروتر الى السينكرونس سبيد. في اللحظه اللي هو اول سوينج يصير، لو ان الاريا 1 تساوي الاريا 2، معناها نضمنه بالفيرست سوينج هذا ان السيستم حيرجع ستيبل. عند النقطه اي البي ميكانيكال اقل من البي الكتريكال، مش حيثبت عند النقطه اي، حيستمر في التباطؤ وحتكون السرعه النسبيه نيجاتيف، صح؟ صحيح. السرعه النسبيه نيجاتيف معناها توقع ان الانحراف حيكون وين؟ من اليمين الى الشمال، صح ولا لا؟ ايوه. فحينزل لعند النقطه اف، من نقطه اي لعند نقطه اي بعد نقطه اف. عند النقطه اف حيرد ويبدا يتسارع من جديد. ليش؟ لان بي ميكانيكال اعلى من بي الكتريكال عند النقطه اف، حيبدا يتسارع من جديد وحتبدا تتزايد معايا السرعه النسبيه، وحيبدا يبدا وينزل يبدا وينزل اراوند البوينت اي لعما يثبت عند البوينت اي. ولكن كيف عرفت انا، كيف عملت بريدكشن انه هو حيثبت عند النقطه اي؟ من الفيرست سوينج اللي انا شفته ان الانرجي اللي اكتسبها الروتر او الانرجي اللي تسارع بها الروتر، الكينيتيك انرجي اللي خذاها وحولها الى بوتنشال انرجي يتسارع بها الروتر، قدر يستخدمها بشكل كامل في الباور سيستم. يعني الاريا واحد انرجي اكتسبها الروتر ديورينج فولت قدر يرجعها الى السيستم بشكل كامل افتر فولت اللي هي اريا. تمام يا يزن؟ دور النقطة اللي بوست فولت عند النقطة دي، صح؟ نعم. تمام دكتور، اذا كانت ات بوينت اي الدلتا اكس اكبر من 90 ببطل ستيبل السيستم. ما سمعتكش كويس. نعم، اذا كانت البوينت اي الدلتا اكس تاعتها كانت اكبر من 90 درجه ببطل ستيبل السيستم. لا لا، انا ما عدتش ارقام هيك ابدا. لا، لو ان الدلتا اي طبعا المنتج لا ممكن تكون اقل من 90 شويه، ممكن تكون اقل من 90 شويه، لكن انت ما تقيسها شكي، انت قيسها ما دام ان الاريا 1 تساوي الاريا 2 معناها السيستم حيرجع ستيبل. بس لو انا مثلا طقت يعني ال اي الاريا اي كانت كبيره يعني كبيره شوي يعني اكبر من الموجوده بالفيجر، فراح تكون الاريا 2 اكبر برضه راح تكبر، فالاي راح تنزاح بعد 90 درجه هيك اي دخل حيرجع، ما فيش مشكله. طب ايش هو اللوزنج سينكرونيزم وبطل ستيبل السيستم؟ طبعا عندنا هذا ان انا ما مرتش عليها كيس معينه تكون فيها من السؤال بتاع يزن، فيري اكسلنت كويستشن. اني انا ما مرتش عليا بصراحه ان الكريتيكال كليرنج انجل تكون اعلى من 90، ما مرتش عليه من قبل، ولكن اي ويل سيرش اباوت ذات ايشيو. ولكن هي صح استنادا على الثيوري اوف ماشينز، ما دام انه هو الانجل بتاعك انت كان اعلى من 90 معناها ايش؟ معناها اللي مش حتكون ايكويليبريم بوينت اصلا، لان حيكون السينكرونايزنج باور كوفيشنت حيكون ايش؟ حيكون قيمته نيجاتيف. فبالتالي ايش؟ فبالتالي لعند 90، نعم لعند 90 هي اللي لعند 90 هي اللي حتكون فيها السينكرونيزم بعدها خلاص. اوكي تمام خلاص، احنا ما نصحش فيها من وجهه نظر هذه، نحن نرجع فيها من وجهه نظر اليابانوف. تمام ان شاء الله. يعني هنا يزن حكاها لنا بطريقه ثانيه، قال لك وكانه ان لو ان الدلتا هذه وصلت الى بوينت تجاوزت ال 90 معناها السيستم حيرجع على ستيبل استنادا على الباك جراوند بتاع يزن في الماشينز ثيوري والباك جراوند اللي اخذها من قبل في الكورس هذا، الا وهي قيمه السينكرونايزنج باور كوفيشنت. تمام؟ اصلا بالنسبه للكيرف البور انجل كيرف الجزء اللي على اليمين هذا ماهوش فاليد اوبريتنج ريجن اصلا، يعني ماهوش فاليد اوبريتنج ريجن اصلا، يعني
بمجرد ان هي تجاوزت عند الجهه الاخرى معناها السيستم بروبلي حيكون انستيبل. تمام تمام دكتور. هو خلاص تونجول سبيس يا منو طبعا زي ما قلت لكم انا ان زي ما حكى يزن توا ان تقدر تقولها سيت ان اذر ووردز ان الانجل بتاع الروتر لا تتجاوز 90. لو تجاوز 90 معناها سينكرونايز فور كوفيشنت ما ينفعش معاها انها تكون ستيبل ايكوليبريم بوينت وحيكون السيستم انستيبل. استنادا على ثيوري اوف ماشينز الاوبريتنج ريجن بتاع الكيرف بتاع الباور انجل كيرف حتكون على الشمال النصف اللي على الشمال مش النصف اللي على اليمين. لحظه بس ندير السيتنج بتاع الفيديو والله مش عارف ايه كانت تمام. هيكون عندنا هنا اعتبار ان عندنا هنا سيستم سنجل ماشين كونكتد تو انفينيت باس بالشكل هذا. هنا اكس دي اكس داش دي وهنا في اس وهنا اي داش. اي داش كمتجه حتساوي اي داش فماجنتيود على زاويه دلتا داش. دلتا داش يعني قصدي هي نفسها دلتا يعني هو بس تسميها دلتا داش في الكتاب اللي انا واخذ منه البروف هذا. فيزيكلي ليابانوف ستابيليتي theorem tells us that a positive definite function اللي هي الانرجي فانكشن اللي حنعرفوها تو اللي هي v capital بالشكل هذا where v capital is the total system energy the system is said to be stable if v dot اصغر من الزيرو. اذا كان التايم ديريفيتيف بتاع الانرجي فانكشن بتاعه اقل من الزيرو معناها السيستم حيرجع ستيبل. كيف يعملها ديريفيشن الانرجي فانكشن هذه؟ هنا مثلا على اعتبار ان الريفرنس واخذين لا الجهد ولا التيار واخذين فيكتيتيس ريفرنس ثاني حيكون عندنا مثلا هذا الجهد بي اس مثلا على سبيل المثال على زاويه معينه حتكون الريليتيف انجل ما بينه وبين الاي داش حتكون هي دلتا داش وما كان ممكن التيار حيكون بالشكل هذا ماشي هيك ولكن ايش ولكن اللي ماشي عليه بزاويه 90 اللي هو ايش اي اكس دي تي داش وهذا الاي. تمام فحيكون ممكن الفيزر دياجرام ممكن يرسم بالشكل هذا. consider the system shown above. consider يعني the system energy is always dissipated معناها عندنا gradient v of x v dot of x حيساوي gradient للـ V of X لما تقعد هي في أكثر من function مضروبة في X dot اللي هي تفاضل X with respect to time يعني partial V with respect to X dot DX with respect to time هيك بالشكل هذا حتقعد ضروري هذه كلها حتقعد أصغر من أو يساوي زيرو على أساس أن السيستم يكون stable. كيف نعمل اشتقاق للـ energy function؟ consider the system shown above.
هيكون عندنا السوينج ايكويشن ان اذر ووردز هتساوي ام مومنت اوف انرشيا دي دلتا اوميجا على دي تي هتساوي بي ام ناقص بي ساين دلتا داش ناقص دي بارشل بارشل دلتا داش with respect to time with respect to time. تمام. طبعا انتوا شنو الجديد عليكم بالنسبه لهذا؟ انا البي تعريف السوينج ايكويشن من جديد هذه رقم واحد البي هيساوي بي ماكس هيساوي اي داش في اس على اكس دي داش is the amplitude of the transient power curve. ودلتا أوميجا هي نفسها دي دلتا داش with respect to t. فلو عوضت بهذه هنا هتقعد m دي تربيع دلتا داش with respect to t بي ميكانيكال ناقص البي إلكتريكال اللي هي بي اي داش بي اس على اكس دي داش. باهي. شنو هي الفاكتور هذا؟ الفاكتور هذا اللي هو دي بارشل دي داش with respect to t هذا يضمن في الدائره او يضمن في المعادله مع اعتبار الدامبنج كوفيشنت هذا الدامبنج coefficient اللي هو ناتج من ايش؟ اللي هو ناتج من شيئين، ناتج من الفريكشن اللي في الروتر وناتج من الويندج مقاومة الهواء. ناتج من الفريكشن والويندج مقاومة الهواء على الروتر ضروري حينخمد الروتر بعد فترة، فبالتالي ايش؟ ضروري يضمن هذه وحتعرف بعدين في نهاية الإثبات ليش ضمن النقطة دي. The equation has two equilibrium points. The equation has two equilibrium points. اللي هي دلتا اس اللي هي كان يشتغل عندها هات ودلتا اوميجا هات هيساوي زيرو اللي هو التغير في الفريكونسي and اللي قاعده في الجهه الثانيه من الباور انجل كيرف اللي حكينا عليها من قبل اللي هي ان ايكوليبريم بوينت اللي هي دلتا يو سي دلتا يو حتساوي باي ناقص دلتا اس هات ودلتا اوميجا هات حيساوي زيرو تو ايكوليبريم بوينت هذه يعني عارفينها من قبل اوريدي ان هي ماهيش ايكوليبريم بوينت بسبب السينكرونايزنج باور كوفيشنت ولكن هذه هي الستيبل ايكوليبريم بوينت ذا انتجرال اوف ذس ايكويشن تمام طبعا هنا بيشتق تو الانرجي فانكشن الصعوبه في نظريه اليابانوف الصعوبه انك انت تعمل اشتقاق للانرجي فانكشن تو نحن هنا عملناها لسنجل ماشين كونكتد تو انفينيت باس ولكن في المالتي ماشين سيستم حتكون صعبه شويه الحق يعني حتكون صعبه انك انت تعمل اشتقاق ولا بروف للانرجي فانكشن تو نحن هنعمل بروف للسنجل ماشين كونكتد تو انفينيت باس والمواضيع اللي خلاص هي كده المواضيع بيزد ريسيرش مواضيع للماجستير والدكتوراه ولكن هنا بس على لو فهمت هذا هيكون عندك انت على الاقل جنرال بيزس ولا مثلا اساسيات عامه كيف تتعامل او كيف تشتغل نظريه اليابانوف تو هو هنا نبو نحن نعمل اشتقاق للانرجي فانكشن اللي هي الفي وناخذ الجريديانت بتاعها ونضربوه في دي اكس باي دي تي الاكس اللي عندي انا متغيرات الاكس او الستيت فاريبلز اللي هن التردد والانجل بتاع المولد هيكون عندنا هنا multiplying one by delta omega neglecting the damping term هيجد عندنا هنا m delta omega d delta omega by dt ناقص bm ناقص b sin delta dash في
برضو دلتا أوميجا. دلتا أوميجا اللي هي إيش؟ دلتا أوميجا اللي هي دي دلتا داش باي دي تي حيساوي زيرو. طبعا أنت زي ما قلت لك أنت بعد ما نكمل الإثبات هي الحدبان عندك الرؤية إن شاء الله. طبعا عندنا نحن هنا تكامل تكامل المعادلة هذه حيعطينا الجريدين فانكشن ولا الانرجي فانكشن بتاع ليابانوف. تكامل بتاعها على اساس بعدها ياخذ لنا الجريدينت اوف دلتا اوميجا ودلتا داش او اس دي او دلتا اوميجا ودلتا داش هذه حياخذ لنا الجريدينت بتاعهم بعد ما يطلع الانرجي فانكشن. الانرجي فانكشن حتقعد الفي هنا في الحاله هذه حتقعد تكامل القدره with respect to time تكامل من صفر لعند الدلتا اوميجا الام دلتا اوميجا دي دلتا اوميجا ناقص دلتا او دلتا اس داش الى دلتا داش بي ام ناقص بي ساين دلتا داش مضروب في دي دلتا داش حيساوي كونستانت. طبعا هذه تقدر انت بديهيا تقول ان هي تساوي كونستانت من ايش؟ من ان السوينج اكويجن هذه السوينج اكويجن هذه في الحاله العاديه حتقعد بي ميكانيكال ناقص بي الكترو وتساوي صفر تكامل الصفر بكونستانت. فبالتالي ايش من لما نقلها هو للجهه الثانيه وكملها هو عارف اصلا بديهيا ان هي حتساوي كونستانت. The integral of this equation must be constant. هنا كملوا بقية الإثبات بس أو خليها هنا كملوا. بعما نعمل evaluation للانتجرال evaluating the integral evaluating the integral هتجد عندنا ال v حيساوي v capital حيساوي نص هذه تفضلها دلتا أوميجا تربيع على 2 نص m في دلتا أوميجا تربيع ناقص بي ام في دلتا داش ناقص دلتا اس داش زائد بي كوساين دلتا داش ناقص كوساين دلتا اس داش. سكر القوسين بالشكل هذا يعني الترم هذا تبع لما بعده اللي هو الجزئيه هذه هي تكامل البارت هذا والجزئيه هذه تكامل البارت هذا. تكامل البارت هذا بي ام في دلتا داش ناقص دلتا اس داش دلتا داش اللي هي الفانكشن بتاعنا دلتا اس داش اللي هي الايكوليبريم بوينت زائد بي هذه تفضلها بكوساين او تفضلها يس تكاملها بناقص كوساين حتقعد انا كوساين دلتا داش ناقص كوساين اس دلتا دلتا اس داش. هذه هي الانرجي فانكشن بتاعنا اللي حناخذ لها جريدينت واللي هي نفسها الفي هذه حتساوي الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي اللي اكتسبها الروتر. هذه بوتنشال انرجي اكتسبها الروتر سواء باكسلريشن ولا ديسلريشن وهذه الكينيتيك انرجي. هالروتر حيقعد يتارجح حوالين التو انرجيز هذه. حيقعد عندنا هنا الفي حتساوي كينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي الاي كينيتيك حتساوي نص ام دلتا اوميجا تربيع والاي بوتنشال potential energy اللي اكتسبها الروتر during fault حتى تساوي ناقص بي ام في دلتا داش ناقص دلتا اس زائد بي كوساين دلتا داش ناقص كوساين دلتا اس هات داش دلتا اس هات داش. هي نفسها طبعا هذا هات حطها على اساس انها هي equilibrium point دلتا اس هات هنا تمام. هنا هذا بخصوص البوتنشال والكينيتيك انرجي. حيقعد عندنا الجريدينت اوف في
هيساوي gradient V هيساوي partial V with respect to delta omega وبعدها أنا partial V with respect to delta dash هتساوي partial kinetic energy with respect to delta omega و partial potential energy with respect to delta S أو delta dash with respect to delta dash. طبعا هنا على شكل يضربها في البداية في دلتا أوميجا على أساس إنه يأخذ الجريدينت بتاعها. بعدها يأخذ الجريدينت بتاعها partial V with respect to delta omega. هذه ما هيش function في الدلتا أوميجا هتمشي كلها صفر. هتقعد partial E kinetic with respect to delta omega اللي هي هتساوي في النهاية هتساوي 2 في نصف 1 هتقعد هنا M دلتا أوميجا. بينما الثانية هيكون تفاضلها هنا BM في 1 وهنا B sin delta زائد B sin delta هتقعد ناقص BM ناقص BM في ناقص B أو ناقص B sin delta dash وسكر القوس. هذا بخصوص الـ gradient V اللي نحن نبوه أصلا مش gradient V نحن نبوه الـ gradient V مضروبة في dx by dt. الـ V dot V dot هيساوي dV by dt هتساوي d الـ E kinetic energy مضروب with respect to time زائد تغير الـ potential energy with respect to time. هنا الـ d E بالـ kinetic energy with respect to time هتساوي partial E kinetic energy with respect to time dot d دلتا أوميجا with respect to time اللي هو الـ X الأول المتغير الأول أو الـ state variable الأول واحد تساوي الـ M دلتا أوميجا اللي هي دلتا partial E with respect to T أنا partial E with respect to دلتا أوميجا أسف أنا partial E with respect to دلتا أوميجا تمام؟ هكذا أنا M دلتا أوميجا مضروبة في D delta omega with respect to T هتساوي هنا M D delta omega with respect to T مضروبة في delta omega تمام. بالنسبة للثانية هذه لو سويناها بالطرف الأول من هنا من المعادلة هذه من المعادلة الأولى هذه هيجد عندنا D الـ E kinetic energy with respect to T هتساوي partial E kinetic with respect to delta omega dot D delta omega with respect to T اللي هي هذه معادلة هذه الـ swing equation مضروبة في delta omega وتساوي PM ناقص PE اللي هي B sin dash sin delta dash مضروبة في delta omega ناقص D delta omega تربيع مع ضرب الدلتا أوميجا في هذا كله. هذه عوض عليها بدلتا أوميجا اللي هي باعتبار أن دلتا أوميجا إيش؟ دلتا أوميجا تساوي دي دلتا داش with respect to T. بالنسبة للpotential energy البوتنشال إنرجي هتكون E with respect to time هيساوي partial E P with respect to دلتا داش dot D دلتا داش with respect to T وتساوي هتقعد عندنا هنا ناقص BM ناقص B sin دلتا داش سكر القوس هنا مضروب في دلتا أوميجا. هذه بالنسبة للمعادلة سميناها المعادلة هذه ناقص هذه ناقص دي سميناها المعادلة رقم 2 وهذه المعادلة رقم 3 اللي هي نهاية دلتا أوميجا هذه سميناها المعادلة رقم 3 تمام. طبعا مع التعويض substituting المعادلة هذه تمام ناقص بي ام ساين دلتا دلتا اوميجا هتقعد دي partial e with respect to دلتا داش في partial e with respect to في دي دلتا داش with respect to time بالإضافة إلى هذه
substituting 2 and 3 in 1 yields, substituting 2 and 3 in 1 يعني هذه مجموعة على هذه وأسف هذه هي نسميها واحد هذه خليها هذه سميها ناقم واحد عيد أنا V dot حيساوي dV by dt حيساوي dE kinetic energy with respect to time زائد dE potential energy with respect to time هذه ناقص بM ناقص B sin دلتا داش بين قوسين مضروب في دلتا أوميجا حتمشي مع هذا لأن هذين الاثنين حيكنسلن بعضهم حيقعد عندنا نحن حيساوي الكلام هذا حيساوي ناقص دي اللي هو هذا ترم هذا هو ناقص دي دلتا أوميجا تربيع since D always positive The system is stable في الحالة. The system is stable, i.e. the total energy, يعني the gradient أو الderivative بتاع the energy function ولا Lyapunov function هيكون دائما نيجاتيف لأن D أكبر من الصفر بشكل دائم. فبالتالي هذا هو الموضوع بتاع اليابانوف باختصار هنا اللي بيقولها لك ان شنو ان لعندك انت التمس الصعوبه في انك انت تعمل ديرايفيشن للفي هذه كيف انت تستخلص الفي من السيستم بس وانس انك انت استخلصت الفي من السيستم البقيه سهل لانك انت عارف ان الستيت فاريبل بتاعك عارف ان هو الفريكونسي والانجل باور انجل هذول الستيت فاريبلز بتاعتك فكونك انك انت تستخلص الفي فانكشن هذه مش سهل ولعلك انت لاحظت الصعوبه في الموضوع هذا ولكن وانس انك انت استخلصتها تاخذ لها التايم ديريفيتيف بتاعها ولو انه هو نيجاتيف معناها السيستم ستيبل ولو انه هو بوزيتيف معناها السيستم انستيبل للايكوليبريم بوينت اللي انت اخترتها للايكوليبريم بوينت اللي انت اخترتها او الانيشال كونديشن اللي انت اشتغلت عليها تمام طبعا هذه هي نفسها الايكوال ايريا كريتيريا ولكن الايكوال ايريا كريتيريا فلسفه لما شرح فيزياء لما طرحه ألكسندر ليابونوف هل لاحظت الصعوبة الموجودة في الإثبات ولا لا دكتور احنا توقعنا يكون أسهل لا هو والله تبقى الفكرة أنتم الإثباتات هذين يوسع المدارك الذهنية عندك أنا مش هنجيب إثباتات في الامتحان تمام أنا مش هنجيب إثباتات في الامتحان لأن الإثباتات من نعرف الأساتذة اللي درسوا لي وبنعرف بالناس اللي good quality of our teaching يقولوا ان الاثباتات نونسنس انك انت تجيبها للطالب في الامتحان ولكن انك انت حضرت الاثبات معايا هنا وذكرتها في الحوش وفهمتها صدقني انت المساحه المعرفيه بتاعك حتكون اكثر وبالتالي حتقدر تحل مشاكل بشكل احسن هذا المقصود بيها بس لان مش كل حاجه نجيبها لك هنا ضروري نمتحنك فيها في الامتحان في حاجات يكفيني انك انت قاعد معايا هنا وفهمت على الاقل نسبه اكبر منها نسبه 80% منها فحيكون الـ يعني حيكون كفايه بالنسبه لي مش داعي نجيب لك الامتحان الامتحان حيكون على شكل علل وعلى شكل مسائل بالارقام ولكن العلل والمسائل اللي بالارقام مش هالطالب حيتمكن منهم الا اذا ذاكر السلايدز وعرفهم كويس يعني حيمشي للسلايد لما بيشوف فورمولا لما بيشوف مثلا اثبات معين لما بيشوف مثلا صيغه معينه يبي يفهم منها فهمت كيف بس هذا هو مش انه هو يبي ياخذ منها اجابه جاهزه لا تمام فالاثبات هذا هو نفسه اتاشن عندكم في الاي ليرنينج وامكانكم انكم انتم تراجعوه عن طريق الليكتشر انا حخليه كيف ما هو
لأن أثبت طويل شوية بصراحة، ولكن زي ما قلت لك كمنتو اليابانوف فانكشن ما هل نظر السوينج إكويجن محلهاش هذه في حد ذاتها، هنا اعتبرها مع الدامبينج كوفيشنت، مع إهمال الدامبينج كوفيشنت شن حيكون الفي دوت؟ حيكون قيمة صفر، وحيكون برضو السيستم ستيبل إن أور سنس. ولكن هنا ضمن لك الدي هنا بحيث إنه يطلع عنده في الحل في النهاية إن الفي دوت دائما نيجاتيف في حالة الإكوليبريم بوينت، لأن السيستم حيكون الإنرجي بتاعه دائما ديسيبيتد. فالدامبينج كوفيشنت هذا ناتج من إيش؟ ناتج من مقاومة الهواء وناتج من الفريكشن اللي في الروتر بدل. تمام؟ الفريكشن بارت اللي هو هذا اللي هي نفسها هنا بارشل دلتا داش ود ريسبكت تو تي، هي نفس الدلتا اوميجا، هي نفس التغير في الفريكوانسي. فزي ما قلت لكم انتم الصعوبه في 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 نظريه اليابانوف، الصعوبه في انك انت تستنبط اليابانوف فانكشن، تستنبط اليابانوف فانكشن. طبعا من الحاجات اللي 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 معظم طلاب الدكتوراه في بريطانيا واجدين منهم يشتغلوا في المجال هذا. تمام؟ في البدايه مشرفتي قالت لي، عرضت علي موضوع كيف هذا وانا تحمست له وكذا، وني ولكن في النهايه تحمست هي الموضوع الثاني واقنعتني به اللي هو موضوع السوبر كريتيكال باور بلانت، ان انا احمل ماتيماتيكال موديل للسوبر كريتيكال باور بلانت. لقيت ان الموضوع هذاك حيوسع لي رياضيا احسن من اكثر من هذا، لان هذا حيكون محصور في 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 قوقعه، يعني محصور في اليابانوف بس، محصور في نظريه اليابانوف. والعلم مستحيل يكون مبني على شخص واحد، العلم مستحيل ينبني على شخص واحد، العلم تبني على حاجات واحد. فدرست انا فضلت اني ادرس السوبر كريتيكال بلانت ونخش في يعني مناظرات مع الريفيورز ومع الناس اللي نقدم لهم في البيبرز بتاعي، بحيث اني نقدحهم ان احنا ما زلنا في حاجه للكونفنشنال يونت، مش دائما كل حاجه رينيوبل رينيوبل، ما يكونش الهدف بتاعنا دائما هيك. مع ان معظم الطلاب الليبيين اللي طلعوا برا كلهم عدوا على الرينيوبل، ولكن انا خذيت مسار واحد اخر واقتنعت فيه عن توق تمام القناعه. فزي ما قلت لك انت ان هذه الصعوبه مش في حل السوينج كويجن، هذا ما تعرضش السوينج كويجن اطلاقا، ولكن الصعوبة في انه هو يستخلص الانرجي فانكشن. لو حبيت اني انا نعطيكم مثال اخر غير سنجل ماشين كونكتد تو انفنت باس، نعطيكم ونثبت الكلام ده. تمام؟ يعني لو حبيت انتم انذر بروف لانرجي فانكشن غير المثال هذا اللي هو سنجل ماشين كونكتد تو انفنت باس، هذا السمبل سولف. لو حبيت مثلا يعني سيستم ثاني عادي، انا اي ويل برينج انذر وان فور يو ونعمل لكم عليه بروف ونعمل كيف نستخلصوا منه اليابانوف فانكشن. طبعا زي ما قلت لك انت ان في مواضيع رياضيه تحتاج منك الى اسابيع مرات، انت في نعرف في الطلاب قعدوا 6 شهور وهم يستخلصوا في اليابانوف فانكشن ويطلعوا منها الايكوليبريم بوينت والاستابيليتي بتاع السيستم. تمام؟ ولكن هذه حبيت انها تكون عندك هلا، باش تعرف ان مواضيع يكون في شويه مواضيع ريسيرش عندك انت، ما تقعدش كل حاجه بس هي. انا مستشعر انك انت مستشعر الصعوبه بتاعها، ولكن زي ما قلت لك انت ان هي هذين من الفوائد اللي خلى ان الموضوع دائما المفروض انه يكون اوبن بوك. الحاجه الاخرى ان شنو، ان اثباتات لا يوجد اثباتات، ما فيش، مع احترامي لكل من يجيب اثباتات للطلاب وكل واحد وكلهم اساتذه محل احترامي وتقديري، ولكن الطريقه هذه انا مش مقتنع بها. الطريقه ان الاثباتات هذين تولز يتعلم منها الطالب ويزيد الحجم المعرفه بتاعه ويستخدمهم كتولز يحل بهم المسائل اللي بالارقام، مسائل المشاكل الحقيقية، المشاكل العملية اللي بالأرقام. وكذلك بالإضافة إلى أسئلة علم، لأن معظم العمل بتاعنا أو معظم العلم اللي نحن ندرسه فيه مبني على الريزونينج، مبني على الريزونينج. فهو الريزونينج اللي حكالي عليه يزن بدري، شو اللي خلى يزن يحس بالكونفيوجن ويقول لي لا مفروض أن الدلتا خلاص تقتنع أن الدلتا هي، وهو كلامه مزبوط. حنحكي لكم أنا توا ليش، لأن هذا شوف أنا شاف حاجة ثانية. لحظة بس، أنا يعني شفنا أنا ويزن حاجة ثانية، أنا دواية أن هذه شوية confusing، يعني ليش مشاعر عند التالي هذا، صح ولا لا؟ هذا لما شاف أنا يزن ده المفروض ما تمشي 90، يعني المفروض أن ال يعني الدكتور ما تمشي 90 لو أنت بتبادر معناها خلاص، يعني ليش يعني تقول لنا يعني تمشي وطريقة البوينت تمشي عند هذا وكذا، معناها هذه نمبر operating point. فبالتالي سواء اللي هو يعني سواء حكينا قلنا لحظة ان الانرجي اللي ياخذها السيستم during fault ضروري ياخذها الروتر during fault على شكل potential energy. potential energy خلينا بس نشرح potential energy، انتم واخذينها
انتوا واخدينها في الثيرموديناميكس، لعل ممكن واحدين منكم واخدينها في الثيرموديناميكس، ان هي القدره اللي او الانرجي اللي يكتسبها الاوبجكت معين with reference to some with reference to some zero height. بمعنى ان عندي انا الماركر هذا، الماركر هذا في عنده بوتنشال انرجي، او اسف الماركر هذا في عنده كينيتيك انرجي. كينيتيك انرجي تجذب فيه، تحاول تجذبه، لكن انا ماسكه بيدي بس. وصلني انا طبقتها، تحولت الكينيتيك انرجي اللي قاعده في الماركر الى بوتنشال انرجي، جرافيتيشنال بوتنشال انرجي. هبط بيها، هبط بيها لعما اصطدم بالارض، لعما اصطدم بالارض اصطدم بقوه، اصطدم بقوه او بانرجي معينه تكافئ البوتنشال انرجي وخسر الكينيتيك انرجي متاعها بالكامل. ولكن هنا في الروتر الوضع يختلف. في الروتر السيستم الزيرو متاعنا نحن هو السينكرونس سبيد، حدث عطل، الكينيتيك انرجي ما عرفتش كيف تحول نفسها الى الكتريسيتي، ما فيش الا الروتر. صبت جامل الغضب بتاعها على الروتر وقعد يتسارع ببوتنشال انرجي معينه، بوتنشال انرجي معينه. البوتنشال انرجي اللي صبها الروتر او اللي خذاها من الكينيتيك انرجي من مخزون الطاقه الكامله للروتر، لو قدر يرجعها بشكل كامل للباور سيستم او يستفرغها في الباور سيستم ما بعد العطل، معناها السيستم حيكون ستيبل. تمام، معناها السيستم حيكون ستيبل. اي اي V dot حيساوي نيجاتيف، أو ال V dot حيساوي زيرو. تمام؟ طبعاً V dot نحن حيساوي نيجاتيف عندنا نحن في هذه يساوي زيرو، بحكم أن نحن السوينج إكويجن نحن هملنا فيها الدامبنج فاكتور، ولكن دامبنج فاكتور هذا موجود ويخضع فيه في الاعتبار. خذيته في البي اتش دي ثيسيس بتاعي أنا، عندي معادلات خذيت فيهم الدامبنج كوفيشن وعرفتها بطريقة بطرق الارتفيشال انتليجنس والجينيتيك ألجوريزم. طبعاً عندكم أنتم هنا المحاضرة هذه ضروري تذكرها، المحاضرة هذه ضروري أنت تذكرها، حتى لو أنك أنت حسيت أن البروف شوية ما زال مهوش واضح، اعمل عليه سيرش. الكتاب الكتاب طبعا تبقى الحمد الشارف أنا تلقوه بدي أخذ متوفر باني، واللي مهوش متوفر عنده يحكي لي عنه وابعث له ممكن حتى لو تصبط حاجة. Power system dynamics. بعدها شارحة هكي. Power system dynamics stability and control. مؤلف اسمه جان ماتشويسكي تقريبا هكي المؤلف. تمام؟ طلعت في الشات. طلع لكم في الشات العنوان هذا اللي واخذ منه الريفرنس، اللي واخذ منه البروف هذا. وفي عندي امثله واحده اخرى على بروف ثاني، مثلا على اي سيستم ثاني نشوفه نحن كيف نطلعوا له. انفيرتد بوندريوم مثلا، البوندول اللي حكى عليه في السنه، ممكن حتى هو تستخلص الانرجي فانكشن بتاعه وتعبر عن ان عنده نقطه ايكوليبريم بوينت ولا كذا، مش الانفيرتد اللي هو البندول العادي اللي هو هذا. فزي ما قلت لكم هذا فيلد قوي جدا، ولكن هذا انت قاعد في مرحله تحول من انجينير الى ماستر انجينير، فبالتالي ضروري تذاكر المحاضره هذه، ضروري تجيني المحاضره الجايه. المحاضره هذه خلاص ذاكرها اتليست يعني فاهم بنسبه 80 90% منها. تمام، هل في حد عنده سؤال؟ هيا انا استقبل اسئلتكم. دكتور كنت اسال اللابنوف، هاي الشرح اللي تبع اليوم البروف راح نكمل عليه النكست ليكتشر يعني؟ لا هذا شرح جانبي باش يوضح لك ان الايكوال اريا كريتيريا ما هي الا يعني اعاده انتاج لنظريه اليابانوف، مع ان المفروض ان يعزوها الى مكتشفها الاصلي، ولكن مش عارف ممكن الحساسيات اللي يصيرها ما بين الاتحاد السوفيتي وال يعني الروس والامريكان والله اعلم مش عارف، لكن هذا لقيته في كتاب مؤلف واحد اوروبي يعني anyway. هم ما ينكروش فيها، هم عارفين ان هم ما ينكروش فيها، بالعكس كل بعض الكتب الكنترول موجوده عندهم وهيك يعني. ولكن زي ما قلت لك انت، انا بالنسبه لي انا دائما نحب اي عالم نعطيه حقه. بالنسبه للاستابيليتي، البور سيستم ستابيليتي بدون القانون الثاني لنيوتن وبدون نظريه اليابانوف ما عادش يكون عندنا نظريه للاستابيليتي. ممكن السيستم حيكون شغال هيك بالكونكشن وعدي وخلاص، يعني شغل تكنيشن، ما هو شغل انجينيرز ولا شغل ماثيماتيشنز. ولكن هذوما هم اللي نيوتن واليابانوف هم اللي خلوا عندنا
ما يعني ما بروفت ماث تنطلق منها وتعرف كيف تحسن منها السيستم وكذا. فهم لا لا شك ان هم ساهموا الكسندر ليابانوف واسحاق نيوتن ساهموا بشكل كبير في تطور الباور سيستم بسواء يعني يندروا او بدون ما يدروا او يدروا ما كانش يعني في وقتها في وقتهم ما كانش في باور سيستم بالشكل اللي كيف هذا. ولكن هذا لعن تو ما زالوا يستخدموا في نظريته وما زال الرسائل الدكتوراه في بريطانيا بالذات لان في بريطانيا يحبوا الـ يعني شنو يحبوا التعامل مع اصل الاشياء ما يحبوش مثلا التطبيقات المباشره ما يمشنش كرسائل الدكتوراه في بريطانيا عاده يحبوا اصل الاشياء والروتس بتاعتها وكيف تثبت هذه وكيف كذا. ولكن الامريكان شو اللي خلاهم يتقدموا تكنولوجيا اللي خلاهم يتقدموا تكنولوجيا ان هم ياخذوا الميثود ويطبقوها بشكل مباشر فبالتالي تكنولوجيا هم اقوى. ولكن من ناحيه الحاجات العريقه الحاجات اللي فيه النوبل برايز الحاجات اللي فيه الماث واجد وكذا فاعتقد ان اوروبا بصفه عامه اقوى. دكتور ليبانوف من وين جاب يعني هاي الميثود يعني كيف طلع فيها بدايه؟ والله هو ما طبقاش على بوصلته في البدايه تراه هو قبل قرنين من الزمان يعني ما توقعش يعني قبل قرن اكثر من قرن من الزمان ما توقعش ان الباور سيستم كان موجود بهالكيفيه. هو طبقه على شنو عنوان البي اتش دي ثيسيس بتاعه لحظه بس يا ايزا عنوان الثيسيس بتاعه The general problem of the stability of motion. عنوان الثيسيس بتاعه The general problem of the stability of motion. المشاكل العامة في استقرارية النظم المتحركة في استقرارية الحركيات أو النظم المتحركة كانت باللغة الروسية في البداية بعدها وكانت يعني زي ما نقول ما كانش طالع على الإعلام وهكي قعدت حوالي 100 سنة وهي الروس اللغة الروسية قرأها شخص فرنساوي يفهم اللغة الروسية واللغة الفرنسية ترجمها أو شخص إنجليزي مش متذكر كويس ترجمها إلى اللغة الإنجليزية خذها وترجمها إلى اللغة الإنجليزية بدأت تنتشر بعدها عارف يقولوا ان لو رساله الدكتوراه بتاع اليابانوف ترجموها مباشره راهو انظمه الكنترول والانرجي سيستم الموجوده عندنا راهي متطوره اكثر بواجد مما كانت عليه الان. فهو لو لقيت حاجه ريدبل هتفهمها ان شاء الله. The general problem of the stability of motion لو لقيتها بي دي اف وباللغه الانجليزيه حنبعث لك ان شاء الله. تمام ان شاء الله. تمام دكتور. طبعا زي ما قلت لكم انا متاكد ان اللي يقعد بس اللي يقعد انا في عالم وهو في عالم اخر هذا هو اللي خايف عليه، لكن اللي يقعد مستصعب الموضوع ومتعقد ويحاول انه يفهم هذا يو ار اون تراك يو ار اون تراك، لكن اللي يقعد سارح مثلا والله قاعد انا في عالم وهو في عالم هذا بصراحه تيك كير وخليك معي لو سمحت وخليك مركز معي، لكن اللي يقعد مستصعب حاجه معينه ويحاول انه يفهمها ويحاول انه يعني شويه هيك يحس روحه متعقد من الاثبات هذا وكذا You are on track. You are learning. You are in a learning process. خلاص؟ دكتور سؤال بس. نعم؟ بدي أسأل سؤال بصير؟ تفضل أكيد أسأل 10 أسئلة. الله يبارك فيك. دكتور أسأل المثال الإكزامبل اللي أنت اشتقيت منه معادلة اليابانوف اللي هي سنجل جنريتر صح؟ سنجل جنريتر كونكتد تو انفينيت باس. طيب الآن أي سنجل جنريتر بغض النظر عن السايز تاعه راح يطلع معنا نفس الاشتقاق؟ نعم بغض النظر عن السايز بتاعه هذا السيستم بتاعك حيطلع معاك هذا الاشتقاق بتاعك هذا الاشتقاق بتاع اليابانوف فانكشن تبغى يعطيك مثال اخر على حاجات اخرى عادي لكن انا اخاف ان الموضوع يقعد شويه اليابانوف مش باور سيستم كنترول انا كمل انا
كان القصد بس انه هل الريتنج تاع الجنريتر بيفرق ولا راح يعني مثلا واحد لا لا هذا عامة، هذه مشكلة عامة. بس كان الريتنج هذا 600 ميجا وات اكثر من مولد، لميناها وخليناها المولد واحد عادي، ما هش ما تترتب على الريتنج بتاع المولد اطلاقا. تمام تمام، الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. تمام، هل في اي سؤال؟ اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره، وزي ما قلت لكم انتم موضوع يحتاج الى مجهود شخصي منكم انتم، وان شاء الله باذن الله خلاص من المحاضره الجايه حنبدا ندخلوا في الاوتوماتيك جنريشن كنترول وحاجات اخرى. لو حبيتوا اني انا اعطيكم مثال واحد اخر على كيفيه استخلاص الانرجي فانكشن بتاع اليابانوف، وكيفيه مثلا نعملوا الدي دوت بتاعها ونطلعوه نيجاتيف ولا بوزيتيف ونتاكدوا السيستم ستيبل ولا لا عند الايكوليبريم بوينت، اذا حبيتوا نعطيكم مثال ثاني على سيستم ثاني براحتكم. اذا خليتوا انتم الكمنتو تقراوا بسبب الضغط على اي صفحه هذه نشوفها في الشدايه براحتك برضو، ما فيش اي اشكال. تمام تمام دكتور. تمام تمام دكتور، شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. كل واحد يكتب اسمه ورقمه لو سمحتوا في خانه الشات، وما تنساش ان هذا الاثبات بتاع هذا موجود في وين، موجود في الكتاب اللي انا بعثت لكم على الشات. باهي شكرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على حسن الانصات، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.